كرونكس كسر هذا حق عالم كإكسو قد بنه تعلق استع. وربعين دنو عم كسو قد بده النع. فعجبر أفرده جميع الدقائق إسكابيد حماس. أي صورة قلتها إني بدلان يحيى سوار. يعد حيد الكوان أحسن أو كلا دحيي إيران. دور كنه جميع إمت قاد لا بدنا يا. إنه نقضه جميع عصب السياسة ده حماس. وديار جروبع. كد مركز دقائق إسكابيد الإسلامي جي حماس يكون واقعين. شهيد مدى مدحي حفيز كسياسة يحيى سوار وعمر كلا بلا بطي هذا لا ينتكو أهدن عدة بدل دون تا ينكو هو قامين دون حماس إنك سوى إسرائيل قول وين إن كنت المانتي دلك إيه سوار تدكو حفن قيئة إيه شاقي إند حالك يسؤون غنكرا إيش ديري قلنت إيه شيلك عصوب إيه فلسطين كنال لدقاق أوسو مري دعضويك إيه واتكا تري مركي الأساس يكون إسقال بغل إيه سيداتن إيه تدبادي فلنقياشو قبلك إيه سدوك لقري حماس إنا عاديين مبدأهان كرديدة أوليهين إنا وات كيستان لباتوين كأنو عنا وكلا ويكا قدبان يدا دبلو حسوسان إن تاريخ دي حماس إي علامات وطاي تلك إسرائيل إي كودش هو جميع شو دي أقو سريي كادب دلك سوار وحسو بحي مقعيادة شخصيات عانا أو حماسا ومتكود أو بدل الدونة يعي سوار أي كوشران شخصيات قوير سعودة أو ديجن ملكة بحسن غزة سدو قبو النظام كدور الشدة إدا دقاقة كاسو النظامين إياه شقد مدح دودا يسدو كلمة سبي دودا سياسة داد حرير كود عدق إي حماس إي هاق دونا دور الشدة مد حفيز كسياسة دا وعين قوامين دونا نعيد او يهي مالما سوا سعودا وعجرة ربضان او عانا او كدرسن او قمياش حماس او بوحين يشورو دا ايقو قاري كران مدح دن مد حفيز كسياسة دا سوار كدب يد اي سنجر وح خلافة او سوكا لحقلي مدح دودا سيدا دا عدي كدب دلك مد حيورا اي حفيز كسياسة دا اي حماس اسماعيل هنية ولو قد لعزمد إيران إيه تهران لماتك بشي جولاي إيه لصور دافاي وقمية سراء وكتر سنة دقاق حماس محمد برداوي إيه شاقي إن دور شادة مدحة حفيزك السياسة دا إيه دعيدونتا وعنا يكون دعيدونتا سيوافق سن شروع دا دقاق يدول راعي شروضا إيه دانا إيه داد كرير فلسطين برداوي إيه راعي وحاجر حرار ورد وإيه حماس ليين ولقو مامولو عدا نغان دونتا مدى حافيسك سياسة دا اي حركة دا بساقا ايانا لغو دوران دونا وعنو رعي ان حالة هده جرتا اي سوء قابين اسو مدى دا دورشة دا اي هجميا عصوب اي حماس وحكو معني ان مركز دورتان هجميا دا دقاق حماس هجميا شسر اي حماس اي لي خبرات دا اي كوهر رسنان دونان سلو قاريول كله يكسان ايو محمد برداوي اي شاق ان سدوك لو هجميا عصوب ايمان دون حماس وراعي دونا ودى دا امر مدحويني هرا كاس اوان قادن ينقوانا لحديدا ودى حاجو دلالقلو اسرائيل سندي لصور دافي الدواء كوي أفرت مشرح أو قصر أي إيه متكود ونغن دونا وجميع عصب إيه حماس تبي وجد قصة من مشرحين تأوقع بعد إن مذاع يكون نقدان حفيز كسياسة دي حماس سيو جولستان وضد إيه سوار سدو قبحير كأرد دقاق وأنسحيي وعقوه ري خالد ميشيل وهدا مذاع دقاق إيه دبدع خالد ميشيل حكونه لا دبدع تاني يكون يسقال بغل لحدن يتضبدي مشال أي سنة تكون يسقال بقول سقاشن يتدبدي كبد بعدي يسكدي الدلع مجلة أمان أي أردن قد مرك أي سمين سردون كأي إسرائيل أي موساد بس أردن أي ودي إن بد بعدي سع لنا عكل مرك الله أجر كذا لقى قبل إنه نقضه جميع عصب أي حماس خالد مشال أي وحمود قلنا يا ركور كيس هراء خلاف كأي إيران قد مرك أو تاجر كعذان كمسلمين تسون قاع لبدا يكون يقابل طبعا كي oo ka dhana madaxweena Suuriya Bashar al-Assad oo xulufa la ahaa dalka Iran shakhsiga labaad ee loo badinayo inuu noqdo madaxa cusub ee Hamas waa Khalil Haya oo hadda ku xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda ee Hamas Khalil Haya oo khudbadaha ka jeedinayay telefishinka ayaa ku noqonaysay in la dilay suwar iyo dhamaan madaxda ka horeysa ee Hamas waxay kordhinayaan kaliya dhaqaaqa iyo iska caabinta xooga iyo adkaysiga iyo gaankooda si wadada jidkooda xiriirkii sidoo ee wala leeyahay dalka Iran ayaa loo arkay inay taageerayso musharaxnimada madax haya iyada taageerada ee Iran ay muhiim u tahay soo kabashada Hamas ee dagaalka Gaza haya iyo dhowr shirka badbaaday isku day dil ah oo Israa'il ku dilaysay waxaana xusid mudan sanadkii 2007 markii weerar lagu beegsaday gurigiisa oo ku yaala waqooyiga Gaza taasoo keentay in la dilo inta badan qoyskiisa hadii xaragada u dhaqaaqdo sidii uu doran lahayd taliyo goboleed oo madaxu noqon kara hal magac oo kale oo ka soo muuqday
أي أبداً تاي إنه نقول كرا محمد سوار ووالال كي كي يريح يسوار أنا تليع عنك قتاد القسام سيدا شغاق ورد إنك سو محمد سوار وصلهين سو شيدا شوه قامناد أولام دا يحي يسوار بلسو حولي يسمعد ونكسن كران دور كي سيدا قليها ندا إسكعا بنتي حماس شخصي أفراد اللو بدن إنه نقض مدح عصوب حفيز كسياسة دا حماس وأن سار عود وكمي دا هو قمياشة تاريخي إيه حماس وكفا قوبتا وربعين تا عود ألا وحال قدر ياميد كميد أساسياشي أدنغاق حماس يدو وليي شيخ أحمد ياسين وحال قدر ياينو ياميد كميد هو قمياشي أوكو أدق إيه حركة دا مقعيسا إيسوان وقصو مقضي وضح دالد إسرائيل إيه لقشي حماس سيوسي ديسو أسكري قيدا كالعاد شالاد ويقبتان اسكعابينتا إيه فلسطينين تا لبدا يكون إيه لحدي وربعين إسرائيل يعوض على كنت المامي إنه يهي نشخد إياه الشيء اسكي محابيس دي حماس يا إسرائيل اسكو دافسدين لبدا يكون يتدبيه طمانكي يكوبي طمانكي هالقاس أوكوه قمين يفود حماس الشيء اسكني يدو هاليي أحمد جباري و إسرائيل أي دي شيء هانا قحيقينك قوتاد الغسام موسى أبو مرسوق إيه لارك إنه يهي شخصي آد وقدوا إسماعيل هانيا هالقا دين عاكلا سيدا خليل حيا وفردقسي قدر وكدوا يهي سوار سيدا ترتد خلي حيا إيه لو أركا إنو يهي شخصي وكوع بوان إيه سورتا قلتا إنو نقضه جميع عصب إيه حماس مركا لقيمة إيه لبان أفرته جميع إيه هادو قصة عمين تبادن هقانك عصب إيه حماس مركا لو إيه قندام قد دورشادة إيه دقاق حماس دورشادة إيه وحالقو غبتا أفرتي سنة بها المر يدا لقو جرا حالات عاكران وإيكو هري ريسيهين سير لما يسيران يدا لتحقلنا يسور دقل مدى إنها يدا أمنك يقميسوك أي باكسان كران هو جميع عصب doorashadan waxaa loo qaabeeyay saddex gobol bariga Gaza taanta galbeed iyo sidoo kale dhinaca dibadda ee ka baxsan dhulka Falastiiniinta kulayaasha shuurada deegaanka ee heer xaafad iyadoo kadib ay doortaan madaxda dhaqaaqa ee gobolka waxaana ku dhamaataa hoggaanka gobol kasta oo xarakada ay ka soo magacaabaan tiro xubnaha si ay qabtaan xubinnimada guddiga ee fulinta ee xafiiska siyaasadda kaas oo hay'adda ugu sareysa ee hoggaaminta وهو جامن يوم مدى حفيز كسياسة دا إرد دقاقة مقا عبيز تأي مدى حفيز كسياسة دا حماس إيا لوغو تلقلي شخصيات كهيستا ترجوين كجار كا يدو لو إيجي هرر كأورك إرد دقاقة يسامين تأو كولي هاي هنانكو قدن بي دورشاد مدى حفيز كسياسة دا حماس إيا دعدي قاب مركو غوري سلوغو صدري مقا يدو حمناشن إيا تمسا نضوت كتر سنة حماس إي حقا أولا إنا دورتا كدب دورشاد سنة غوري إيا لوغو صوكو بي كليا كو هايستا درشادا اي ساچين وا درشادا اكو سرايسا اوركا دادقاق حماس مدحي قوري اي حفيسك سياسة دا اي دادقاق حماس وعا موسى ابو مرسوق ولا دورتكوني سقال بغل سقاشن اي لبادي الا كوني سقال بغل سقاشن اي لحدي كد من خالد ميشيل وهادا كمي دا افرت مشرح اي لو بادين اي ان متكود او نقضا مدح حفيسك سياسة دا حماس وعا نقضا حبيني مدح حفيسك سياسة دا كوني سقال بغل سقاشن إيه لحدي إلا إيه لبدي كوني تدبية تمنكي كدب اللاون حريس دي اسماعيل هني إيه لو دورتي مدى حافيسك سياسة دا يودا حيلك أوكلو ريجي خالد بن شال لبدي كوني تدبية تمنكي كدب جريد إيه اسماعيل هني يعي سوار إيه لو ريجي هقانك دا دغاقة لبدي كوني أفري لبعتنك